إذن اللقاء ديال اليوم اللي كيهم محطة الدار البيضاء المدينة، واللي بعد مرور 3 سنوات على تنزيل المرحلة الثالثة وبرامجها حتى المبادرة التنمية البشرية، تم حان الوقت في واحد السلسلة ديال لقاءات جهوية إن شاء الله ندير واحد مع جميع الفعاليات اللي كتشتغل في إطار لجان الحكم المبادرة. جاء الوقت باش نشوف واحد تقييم مرحلي، وكان كذلك أولا كان عروض اللي هي كتجيب معلومة لجميع ولا سيما المستثمرين المنتخبون الجدد، لأنهم عاد التحقوا بلجان الحكمة. وثانيا كذلك كان هناك يعني واحد تقييم فيما يخص المناهج، وكذلك لما لا كنشوفوا حتى المساطير اللي كنشتغلوا بها لحد الان، وكذلك شفنا يعني كيفاش يعني مدى تقدم انجاز المشاريع والاوراش اللي هي بدات في جونفي 2019. وكما تبعتي ويمكن هو الحمد لله كاين تجاوب ديال الجميع، وكاين اقتراحات جد مفيده اللي غناخذوها بعين الاعتبار لتحسين هذا الورش الملكي، لانه هو ورش متجدد ويتلائم مع جميع الفضاءات وجميع المجالات ديال المملكه الواسعه.